أنا مدام سوا لاشين، عملت عملية التكميم مع دكتور محمد ياسر حين لمدة 3 سنين. كنت بفكر فيها إن أنا كنت عايزة أستقر على دكتور كويس، أحس إن أنا مأمناله على نفسي وعلى حياتي. كانش عندي قوة إرادة خالص إن أنا أعمل أي رجيم، رجلي بتقدم ورجلي بتأخر. عملتها كنت خايفة جدا، مرعوبة جدا. خسيت من 125 كيلو بقيت دلوقتي 65، ونزلت لغاية 59، وعرفت إزاي أطلع بمزاجي. سنك يبان إن أنت لسه صغير، مش خلاص عجزت.